السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبت لكم ملخص حول درس التاء المفتوحة إذا هذا ملخص تاع سنة أولى متوسط نصح الدرس بالتفصيل حيكون في قناة أبو شاكر العبودي إذا ما نطولش عليكم وهايا نبدأ التاء المفتوحة ترسم التاء مفتوحة في الفعل إذا كانت تاء تأنيت ساكنة مثال جاءت إذا كانت تاء الفعل الفعل متحركة مثال ذهبت إذا كانت من أصل الفعل مثال مات ترسم تاء مفتوحة في اسم فاعل الذي فعله فيه تاء مثل ساكت من فعل سكتة. ترسم التاء مفتوحة في الاسم غير تلاتي إذا كانت مسبوقة بواو أو ياء ساكنتين مثال قنوت وعفريت ترسم التاء مفتوحة في الاسم الثلاثي إذا كان ساكن الوسط مثال زيت ترسم تاء مفتوحة في جمع التكسير الذي في مفرده تاء مثال أصوات, أصوات مفرده مفرده صوت. في جمع التكسير الذي في مفرده تاء مثال أصوات مفرده صوت ترسم تاء مفتوحة في جمع مؤنث سالم مثال مهندسات ترسم تاء مفتوحة في الاسم المفرد مذكر غير ثلاثي مثال جبروت ها كان كونوا كملنا لا فيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم تلاقوا في لا فيديو الجاي ان شاء الله ما ننساش نقول لكم باللي الفيديو لي فيديو كاع حنديرهم في السيت تاعنا اللي حنخلي لكم رابط تاعو في صندوق الوصف